معكم عبير سعد الكواري، مدير شؤون البحوث وخدمات التعلم بمكتبة قطر الوطنية. قال ابن خلدون إن التاريخ في ظاهره لا يزيد عن الأخبار، ولكن في باطنه نظر وتحقيق. ولذلك كانت لقراءة التاريخ أهمية كبيرة في تعزيز القيم الاجتماعية للفرد وتعزيز انتمائه بمحيطه، هذا بالإضافة لتوفير معرفة أكبر للموضوعات المحيطة عند تفسيرها بارتباطاتها التاريخية. ومن هنا كان للرواية التاريخية أهمية كبيرة في جعل قراءة التاريخ أمراً محبباً ذو طابع تشويقي وملفت للانتباه، سواء لمحبي قراءة التاريخ وغيرهم. وسوف نستعرض اليوم جزء من أول رواية تاريخية متميزة للكاتب والإعلامي القطري عبد العزيز المحمود. هذه الرواية هي بعنوان القرصان، والتي تضم في ضياتها أحداثاً تاريخية حقيقية لشخصية إرحمة بن جابر الجلامة، وهي شخصية تاريخية من قطر والخليج تأرجحت بين وصفها كمقاوم للاستعمار من قبل شعوب المنطقة وبين اتهام هذه الشخصية بالقرصنة من قبل القوى الخارجية التي بسطت سيطرتها على الخليج في ذلك الوقت. قبل أن نبدأ بسرد جزء من قصتنا، أود أن أشير إلى أن هذه الرواية قد ترجمت إلى عدة لغات أخرى، منها الإنجليزية والفارسية والألبانية والأوكرانية. هذه رواية القرصان للكاتب والإعلامي عبد العزيز المحمود. سنقرأ جزء من الفصل 47. حدثت الأحداث في قطر الساحل الغربي من الخليج. أمر إرحمة بحارته بالاتجاه شمالا إلى شمال قطر، مخبأه المفضل حين تضيق عليه الأمور. وبعد بضعة أيام كانت الغطروشة راسية في مكانها، في مكانها المعتاد بين الساحل القطري وجزيرة صغيرة إلى الشمال تظهر وتختفي على حسب المد والجزر. رميت المرسى وشرع الجميع في الاسترخاء والطبخ وعمل الشاي والحديث كعادتهم حين ترمى مرساة السفينة التي هي إشارة للاسترخاء، وقد بقيت المرساة لهذا السبب شعاراً جميلاً يحبه البحارة لأنها دليل للراحة بعد عناء السفر أو القتال. استدعى إرحمة عبده ضراراً وطلب منه الذهاب إلى الزبارة واستدعاء صديقه أبي مطر بشكل سري لأنه قد اشتاق إليه ويريد أن يعرف ما الأخبار في المنطقة. نزل ضرار إلى الساحل ليلاً، وفي الصباح كان قد استأجر فرسين وذهب إلى الزبارة، وفي مساء اليوم نفسه كان يسير في طريق الزبارة محاولاً الوصول إلى منزل أبي مطر دون أن يلتفت إليه لأحد. سمع أبو مطر طرقاً على الباب، وعندما فتحه شاهد ضراراً واقفاً أمامه وفي يده ورقة صغيرة، ودون أن يفكر مد يده لاستلامها فقرأ محتواها ثم أشار إليه بالانتظار. وبعد دقائق كان قد عاد مرتدياً كامل ملابسه وانطلق اتجاه الشمال. طوال الطريق كان أبو مطر يفكر في كيفية رد فعل إرحمة حين يعرف أن بشراً حياً يرزق، وأنه كان قريباً منه منذ فترة طويلة دون أن يعرف. فعندما كان إرحمة في قلعته في الدمام كان بشر في القطيف يلتقط كل حركة لوالده، فهل سيقبل بوجود ابنه بشر حياً أم أنه سيرغب في قتله مرة أخرى؟